بإذن الله. تجد الأثر العظيم ترى ما هو سهل. حتى الحين لما يقول توكل، في متوكل في متواكل. الله أكبر. في متوكل وفي متواكل. متواكل وش متوكل يعني وش متواكل؟ المتوكل فعل الأسباب وصدق معتمد على الله. مخلص النية. مخلص النية. هذاك لا، المتواكل لا، غير غير مخلص. متردد. غير معتمد على الله صح. متردد يعني. متردد إيه، تلقاه يدور الأسباب ولا لا شك أنه يفعل السبب، لكنه معتمد على فلان، معتمد على فلان. لا، المتوكل موقن أصلا، يحس النفس أنه ملك. الله أكبر. لأنه يتعامل مع الله سبحانه وتعالى، أنا فعلت السبب يا الله واتكلت عليك يا الله، سلم سلم أمره. طيب الإسلام وش معناه يا شيخ؟ الاستسلام. الله أكبر. والانقياد لله بالطاعة. لا إله إلا الله. والخلوص من الشرك. طيب حنا مسلمين، اسمع اسمع، حنا نحتاج أن فرمة صدق. يعني مسلم وش معنى مسلم؟ تعال يعني مستسلم لله سبحانه وتعالى، ما تستسلم لغيره، عزة وذيك عند الناس على البشر، لكن مع الله أنا منقاد ومطيع ومستسلم لله سبحانه وتعالى. طيب الله أمرنا أن نداوي مرضانا بالصدقة، تعطي وأنت مسلم موقن أن الله سيشفي الآن بعدين الله يريد في علم الغيب. لكن الله لما قال وإذا مريضت فهو يشفين، الله يخاطبك سبحانه وتعالى. الشافي من؟ الله. أنت رحت للطبيب ترى سبب، اللي خلق الطبيب الله، اللي علمه ذا الله، وما أوتيتم من علم إلا قليلا. لكن نحتاج أن نزيد الإيمان ونتعلق بالله. ترى أمر العقيدة ليس بالسهل، هذه يسمونها أعمال القلوب. طيب تصدق بيقين وصدق وشف. طيب كم من القصص يقول لي جيت بشتري كلية اللي أخوي عشان يتبرع، هذه من القصص. إيه نعم. ثم لما جاني قال إن الحاجة وكذا وعطيتك تخذها لله، ما عاد نبي كليتك. لما عرف إن الرجل تبرع شيء من جسده للحاجة والعازلة والفقر، قال لا خذها لك لله، ما نبي كليتك. يقول سبحان الله أطلق الله له الشفاء. لا إله إلا الله، لأنه صدق مع الله. تركها خلاص، تغيرت النية هنا وشاف الوضع يختلف، قال هذه لك ولي من خلفك لله سبحانه وتعالى. فشوفي سبحانه، شوفي سبحان الله العظيم. أنا في أذكر شخص، أنا أذكر بالخير، أنا ما أدري أذكر اسمه لأن كنت أسولف أنا وياه شخص، ما شيخ خالد، عن